المنافسة الحقيقية. يوم تاني الايس بيجون بلا حدود وهلا عم نعمل ريهرسل كثير متوترة. صاحب اقل درجة رح يخرج من المسابقة. اعصابي شوي متوترة، في هيك شوية خوف انه هل ممكن انا اوقف بمرحلة الخطر؟ 60 كثير منيح رولا. ما كثير راضيانة عن النتيجة الصراحة، توقعت أكثر بكثير. 54 بكفي انه كلهم اعطوني بوزيتيف فيدباك، فحتى لو اعطوني 54 انا 54 بالنسبة لي 100%. 49 تحسن بسيط عن الاسبوع الفايت، بس انا حسيت انه انا قدمت فرق كبير عن الاسبوع الاول. 61 لسمر كثير مبسوطه، وكنت ما ان رح تكون نتيجه احلى، بس انه مش هالقد. الاول يا راشد. شكرا، الحمد لله مبسوط مره من كل اللجنه، انبسطت منهم كلهم، يعني تكلموا كلام مره حلو وعجبني. 57 يا جنان. ما فرق معي العلامة، المهم انه انا قدمت شيء حلو وعجبهم لإلهم للجنة الحكم وعجب الجمهور. 39 حصلت على 39، كنت متوقع يعني 50 او 54. 40 حسيت ان كان في ناس كتير سواء انا وغير، يعني كان المفروض ان الدرجه بتاعتهم تكون اعلى من كده، خدوا درجه اقل، وكان في ناس المفروض تبقى درجه اقل خدوا درجه اعلى. مش متعصب بس مستغرب. ظلمة من ربنا سبحانه وتعالى. يا إلهي، حلم بعد ما حقق. فيلم الزواج. ايه ده طفقوا بتبض من وش. مين آخر حدا عملت له فولو على انستغرام؟ فادي عبودة حبيب قلبي. مين آخر حدا عملت له بلوك؟ هيتر عبودة بعد ما عملت له فولو عملت له بلوك. شو أسوأ خصلة عندك؟ الخجل، العصبية. شو آخر كذبة كذبتها؟ مش فاكر، ما ذكر. شبعان. من شو بتخافي؟ من الموت. من أمي. شو آخر كذبة قلتيها؟ إنه ماني معصبة، أنا كنت معصبة. بحبك. من 1 ل10 قديش مغرومة هلا؟ ناقص 0. مغروم في حب ولا اي حب؟ لمين اخر مرة عملتي فولو؟ يمكن رولا و وراشد سامر. لمين اخر مرة عملتي بلوك؟ كل شوي بعمل بلوك، شو عرفني بلوك؟ لاخوي علي. مع نور إبراهيمي من الجزائر بطلب منكم ربط الأحزمة والاستعداد لرحلة جديدة عن فئة السفر والمغامرة. يعني متوترة شوية، مانيش عارفة واش نتوقع مع العلامات، مع شفت العلامات تاع المتنافس الآخرين، كاين يسهل أكثر الذوق، كاين يسهل أقل الذوق أكثر، فكاين توتر. حلوة طريقتها هيك محمسة، فيها حماس غير الفيديو اللي قبل، في تقدم. برافو. أسلوبك كان حلو والمضمون مفيد لأي شخص عم يدور على بلد غير مكلف. هي تميزت بس بأن هي بتعرف عندها إلقاء كويس، بس المحتوى ما عجبنيش خالص، لأنه ترافل ترندز 2017. بس اسمعي بس أقول لك، الترافل ترند مثلا بويرتو ريكو لما بعد ديسباسيتو السياحه بقت فيها جامده جدا، مصر لما حصل التعويم برضو كانت من الليسته. يعني تحكي عن ارخص الوجهات، يعني اي نو ارخص الوجهات. انا فاهم قصدك. نوفر مع كثير مصاري حابب تصرفها. الحمد لله، الله اكبر ما شاء الله. كان حابب يبقى في فاريشن اكتر، ما تقولي ب $15 ممكن تكوتي سعر الميه، سعر مش عارف مين، تحمسي الناس اكتر. في دقيقه ما نقدروش نذكر معلومات. لا في دقيقه ينفع. معدل علاماتك 46.
هال46 بتوضعك بالمرتبة. خلينا نشوف أمامنا السابعة. عم تتعادلوا بالمرتبة السابعة. شكرا شكرا لك. جت مور كريتيف المرة الجاية بليز. ارتحت بما انه راني الان في المركز السابع، يعني سيف كما نقولوا، في مانيش في منطقه الخطر. ما كنتش متوقعه اكثر لانه ما هذا احسن عمل نقدمه، ف الحمد لله هنا مازال. نظن تعليق تاع وائل كي قال لي نمد بزاف لازم نمد التفاصيل، ففي الدقيقه ما نقدرش نمد تفاصيل اكثر من اللي مديتها. مع ابراهيم الكوري من مصر عن فئه الرقص، بنشوف كيف بيكون التعبير عن اهم وابرز احداث 2017 بلغه الجسد. انا معنويات حالي قوي والله. ان شاء الله نسمع اخبار حلوه. اللي فهمته محمد صلاح كوره صح؟ اكيد. بعد كده العربيات والجدار اللي وراك ده ما فهمتوش ولا فهمت اول واحد، وحاسه يعني كانه حد حط الكاميرا عليك وانت ما فيش ابداع. ليه ما الكاميرا كانت اخر مره كانت بتلف كانت بتلف يا كارل. اهو كارلا لف، يعني خليت كارلا تلف. حبيت محمد صلاح اكثر شيء. ايوه ما في شك انه مبدع، بس انه في اشياء اكيد ما حنعرفها. اي ما فهمتش بصراحه الفيديو غير محمد صلاح. بتخيل اكثر شيء بطريقه التصوير بالجماليات، حبيت الكاميرا شيك هيك بتروح هيدي حبيتها، بس انا مثل وائل ما فهمت يعني الاسود بالاخير شو كان. 45 ابراهيم مش بطال. خلينا نشوف بس ترتيبك لو سمحت. مع 45 ابراهيم بتكون بالمرتبه الثامنة. حلو. شكرا لك ابراهيم. حاليا دلوقتي في المرتبة الثامنة. أنا بصراحة ما كنتش متوقع إن اللجنة تعجبها الفيديو بتاعي. هو قال فكرة ما كانتش واصلة صح، بس أنا كان الفترة اللي فاتت دي ما كنتش متخيل إن أنا هكمل في البرنامج. ممكن النتيجة دي بتديني حافز إن أنا أشتغل على نفسي أكتر. الإمكانية مش مساعدة، بس ممكن أكمل أكتر. وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. وطبعا سيلين اكتر حد كان واقف جنبي في الفتره اللي فاتت دي، وهو اكتر حد شجعتني ان انا اطلع اكتر ما عندي، وحابب ان انا اشكرها جدا 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 ان هي اكتر حد عايزني اكمل في البرنامج. شكرا. بالثقافه والعلوم دخل زاهد في لمبان تحدي نجوم بلا حدود. بنشوف شو المضمون يلي اختاره ليقدمه باسلوبه الخاص. كل واحد كان يتوقع حاجه اخذ حاجه ثانيه بعيده جدا، فجدا متوتر راح اخسر. يارا قدر زاهد يشدك لعلوم الفيزياء؟ الحمد لله بلشت افهم. لا من ورا زاهد، من ورا هالفيديو هيدا البسيط اللي بيوصل الرساله هيك بسهوله. ما عندي اي تعليق، كله منيح بالنسبه لي، وتعلمت القصص وشرحتهم بطريقه حلوه وضفت روح النكته وكل شيء حلو. اكتر حاجه عملها في الفيديو عجبتني، وهي دي المفروض يعملوها في كل الفيديوهات التعليميه، هي التكهن او البريدكشن، انه قال اللي حصل في 2017 وعمل لينك ل 2018. هل ده معناه ايه؟ هنشوف كذا وهنشوف كذا، غير انه بس بيقدم معلومه. فدي بصراحه احييك عليها جدا، الوحيد اللي وصل 2017 2018. 56 لزاهد، وهال 56 بتوضعك بالمرتبه الخامسة. شكرا لك زاهد. مبسوط جدا صراحة، ما توقعت انه حاخذ يعني مستوى فوق المتوسط، يعني انا كنت متوقع تحت المتوسط او ممكن الاخير، بس عجبني جدا انه فوق المتوسط المركز الخامس تقريبا. صراحة رجعت لروحي، يعني جاني امل، مستعد يعني اكمل يعني مشواري مهما كانت المصاعب. يعني رجاء زهاري من المغرب عن فئة الطبخ، صارت جاهزة بوصفاتها الطبية للمنافسة ضمن تحدي اليوم. خمسة متوطرقوا ميم طان، عارفة الفيديو ناقص، دونك داكشي علاش أنا شوية خايفة. بداية مع فايا، شو رأيك بمضمون فيديو رجاء؟ أنا بصراحة ما حسيت شو الصلة مع 2017، يعني ما قدرت أربط الفيديو بتحدي اليوم.
هاي أول نقطة إنه ما شرحتي لنا حتى، يعني يمكن كان مثلاً هاي الأكلة كانت رائجة السنة بس ما عرفنا حتى، يعني ما عرفنا شيء. أكيد ملاحظات المرة الماضية تبع إنه تكتبي المقادير هيدي شغلة منيحة، حبيت إفكت الزوم إن والزوم أوت، هيدا كتير منيح بالشيء اللي بتعمليه أنت. أنا مش لبس عليه. ما حبيت الفيديو سوري، يعني ما في شيء بيشد، ما الأكل ما بيشهي، بتصور الأكل أكيد حلو طيب الحمص. بس ياريت عملتي شيء جديد بالفيديو، انك انت تصوري الاكل اكثر ينشغل عليه بطريقه البرزنتيشن. تقييمي برضه هتفق مع فايا ويارا، انا ما فهمتش ايه علاقه ده بالثيم بتاع 2017. بليله كانت رائجه يعني في 2017، تحسك طالعه عبر القارات، يعني انت مش موجوده، انت فاهمه قصدي؟ الصوت تحسي ما عجبنيش خالص. اراء اللجنه ما كانوا مشجعه، 18-75. شكرا شكرا رجاء. شكرا رجاء. انا كنت عارفه انا كان الفيديو ديالي ضعيف، كان شويه الاضاءه فيه قليله، كان ما مخدمش مزيان مقارنه مع الاصدقاء ديالي، دونك شي حاجه اللي عاديه. مالوغوزمون ما كانش عندي حظ انني التشالنج ديال هذا الاسبوع كان بعيد على الفئه ديالي، ما كانش يمكن لي نعطي اكثر، دونك سينو ماكسيموم، دونك ماشي مشكل، كانت تجربه زوينه وحتى لا خرجت ما عنديش مشكل. عن فئه فلوج صار دور المشتركه ساره يوسف من فلسطين، ومن بين ابرز احداث 2017 بنشوف شو اختارت. عن جد العلامات اليوم مش مطمنه ابدا، التوتر زاد، الخوف عم بزيد اكثر، الله يستر. انا واثقه الحمد لله واشتغلت عليه منيح، بس ان شاء الله يجلس الحكم ان شاء الله. ساره خلينا نبتدي مع يارا، شو رايك بمحتوى هالفيديو؟ حبيت الفكره كثير، الرساله حلوه، اكيد الاشياء اللي الدارجه اللي كل الناس بتستعملها بس تعرف انها دارجه وبتكون ما لها معنى، يعني مع انه السبينر اللي بيوصفوها للولاد اللي عندهم مرض التوحد اكيد، بس انه يعني استهلاكها الكثير بيصير له ما له معنى. بس اللعبه الثانيه ما فهمتها شو هي. ما عجبنيش فكرة ان انت رصيتي المحتوى كده رص بلوكات، انت يور فلوجر، يعني انت مفروض تعملي ربط ما بينهم. ولعبة مريم انا دي ما فهمتهاش ولا عمري، يعني عمري ما سمعت عنها. وبعد كده حاجة كمان، يعني نصيحة ليكي، دو نوت جادج. انا مثلهم مش تامعة بلعبة مريم، يعني ما ونحن انه انا بطلع على انه مطلع على السوشيال ميديا بس ما وصلتني هاي الترند. وصراحه حسيت انه انت الفئه تبعك كان فيك كان في كثير ترندز هالسنه، يعني كان في بدل ثلاثه كان فيك تعملي كثير، ومثل ما قال وائل حسيتهم كثير بلوك. شو بيعطوك يا ساره على 75 38؟ راضي عن النتيجه؟ خلينا نشوف ترتيبك. 38 توضعك بالمرتبه 6 قبل الأخيرة لهلا. علامة غير متوقعة صراحة، ما كنت متوقعة هيك بالمرة. أنا ما كان قصدي إنه ليش طلعت لعبة سبينر، لأنه انتشرت 2017 يعني ترند كتير في الأماكن كلها، أي حدا معه لعبة سبينر، ما أنا ما فهمت شو الفايدة منه. أنا مش راضية على العلامة صراحة. وبتبقى معنا المشتركة الأخيرة ماريلين توتونجيان من سوريا، وعن فئة لايف ستايل بنشوف هالفيديو. إجا اليوم أخي يحضرني، بالعاده هو ما كثير بيحضر لي الفيديوز اللي بعملهم على يوتيوب وهيك، بس والله استغربت انه من اول ما بلش البرنامج صار ما عم بيفي ولا حلقه. بتمنى له التوفيق وجود لك فور تونايت. معنويات ما بعرف متلخبطه كثير، لانه صراحه ما حدا كان فينا متوقع انه العلامات تنزل لهالدرجه، صراحه انا ما بعرف. يعني فيديوهات كنا متوقعين تاخذ علامات عاليه جابت علامات واطيه والعكس صحيح، انا ما بعرف. هلا انا اخر وحده بدي اختم الحلقه، فصراحه كثير خايفه. وائل شو رايك بالتنفيذ؟ تنفيذ حلو جدا، وعجبتني انه اتس كوميدي، وفي نفس الوقت ما اتكلمتش ولا كلمه ووصل المعنى، واتس فيري كرييتيف. واحلى حاجه كمان فكره المسج اللي انت بعتيها الاخر، ان انت بتقولي للناس ان هم يحبوا نفسهم، فبالتالي انت كريديبل وعندك مصداقيه لاي حاجه تجميلا بعد كده. فاي لاف شكرا وائل. يعني هيدي حقيقه، حقيقه هيدا اللي عجبتني رسالتها كثير، واللي لفتني الاجراءات التجميليه من غير عمليات جراحيه، هيدي بتهم كل امراه اكيد انها تعملها من دون وجع ومن دون خوف واي شيء. النصيحة اللي بالأخير أكيد هي أهم شيء كان ممكن تعمله بالفئة تبعها، أنه حبي نفسك مثل ما أنت. حبيت كتير المسج، الفيديو كمان مبين يعني أنه عندك خبرة بتعملي فيديو سريع ويوصل، وحركاتك حلوة بتوصل المعنى، يعني بنشوف شوي من رأيك بلا ما تحكي مثل ما قال وائل. خلينا نشوف العلامة
لا ماريلين توتون جان من سوريا. 68 62 عفوا. لكن خلينا نشوف ترتيبك ماريلين. المرتبة الأولى بعتقد. ثانية مرتبة ثانية. مبسوطة كثير الحمد لله قدرت أوصل رسالة بفيديو قصير وفهموا الفكرة، والفكرة الأساسية كانت إنه أحبي نفسك كيفما كنتي. الحمد لله وصلت لإلهم. فيديوهات اللايف ده متحسن خطير، في كتير ناس تقدموا، في كتير ناس أخذوا بالنصايح، وفي ناس كانوا أكيد أقل تقدماً. هي دي. رجاء زهاري وسارة يوسف هن المشتركتين للتين اللي رح يكونوا هالأسبوع بدائرة الخطر. يعني ما عجبوا الفيديو فأكيد رح أوقف معاملة الخطر. أنا كنت أتوقع صراحة نطلع هنا في مرحلة الخطر، ولكن مع صديقة جالي صراحة شيء مؤسف جدا. المشتركة يلي أنقذها تصويت الجمهور من منطقة الخطر هي سارة أم رجاء؟ مين يا ترى أنقذ الجمهور؟ سارة يوسف ألف مبروك، نشوفك الأسبوع المقبل ب 54% نسبة التصويت. أحب أتشكر كل اللي صوت لي، كل اللي دعمني، وعن جد فرحتوني وفخورة فيكم كلكم. عن جد بوعدكم المرة الجاية يكون أحلى وما تنعاد هاي اللحظة. بتمنى لرجاء تكفي مشوارها وما تخلي هذا يوقفها، لأن هي عن جد موهوبة، واستمر على قناتك باليوتيوب، وإن شاء الله رح توصلي نص مليون ومليون مشترك على قناتك يا رجاء. وأنا نفسي رح أدعمك من هلأ من هاي اللحظة، وبحبك كتير. أنا رجاء زعلت أنا منها صراحة، ما عجبني الفيديو أبداً اللي عملته، لأنه قلت لها نصائح هيك أسبوع وما عملته، كان ضعيف الفيديو. المشاركه ديالي هاد الدموع غير حيت غنفرح الاصدقاء ديالي. ليكيب زوينه بزاف، اول مره كنزور لبنان وانا فرحانه بزاف، الناس ديالها الناس واعرين، ونتمنى ان شاء الله نزورها مره ثانيه واكيد نشوفكم كامل. تجربة زوينة، تعلمت بزاف ديال الحوايج. أول حاجة نصبر، وتعرفت على ناس جداد وثقافات جديدة. يمكن أنني كون ما كانش هاد الفرصة ما عمرني كنت غنعرف هاد الناس، دونك هادي التجربة اللي خدت. غنشرح لهم كاملين، ما عمر كان عندي شي مشكل مع شي واحد، كلهم عزاز عليا بدون استثناء. وسارة اكثر وحده غنشرح لها، كانت معايا في لا شومب وكنا كنتحتو بالليل وهكا، دونك هي اكثر وحده غنشرح لها. مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ تمام. اسبوع جديد وتحدي جديد ومتحمس اعرف ايش هو التحدي. اول شيء كنت كثير متوتره وخايفه شو يطلع التحدي، هل حيكون اقوى من الاسبوع اللي قبل، حيكون اصعب؟ انا واقفه قدام سليم وكنت كثير خايفه. جاهزين للتحدي تبع هذا الاسبوع؟ واقفه عم اقول الله يستر. الموضوع شويه حساس، ممكن العبها كثير على المشاعر، ما عندي ولا فكرة. أنا أشوف أنه تحدي معنوي أكثر من أنه تحدي فعلي. أنا من الفئات الصعبة أني أتعالج الموضوع بالدنس. صعب أن أنت توصل للي قدامك كل حاجة بجسمك. مش تمرد هي الشحنة، أنا هيك شوية انصدمت. Let's roll.